احتل فريق الساو لرياضة رمي الجلة أو الكرة الحديدية المرتبة الثانية في البطولة الإفريقية للكرة الحديدية التي احتضنتها دولة بوركينا فاسو في الفترة ما بين الرابع وحتى السابع من نوفمبر الجاري، إلى جانب إحراز ميداليات فضية وبرونزية. وبهذه المناسبة قدمت الفيدرالية التشادية للكرة الحديدية الكأس والميداليات التي تحصل عليها الفريق إلى وزير الشباب والرياضة وترقية رياضة الأعمال روتوان محمد دونغا كريستيان، الذي بدوره هنأ الفريق على هذا الفوز وكذا التأهل لكأس العالم لرمي الجلة لدورة العام 2022، وشجعهم الوزير للمضي قدما لتحقيق العديد من النجاحات، كما وعد الوزير ببذل المزيد من العمل لتقديم الدعم اللازم للفيدرالية من أجل بلوغ الأهداف المنشودة، وذلك وفق السياسة الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لترقية هذا القطاع الهام. وننوه إلى أن فريق الساو للكرة الحديدية قد تحصل على 5 ميداليات، 4 منها فضية وواحدة برونزية، وبهذا الإنجاز يكون المنتخب الوطني للكرة الحديدية قد ضمن تذكرته للتأهل لبطولة العالم للكرة الحديدية بدولة البنين.